هذه الحياة ليست مخلوقة عبثا، بل هي لغاية ومقصود، والمؤمن من المهم أن يدرك وأن يستحضر هذه الغاية في كل مراحل عمره. لكن بطبيعة الإنسان مع توالي الليل والنهار وتعاقب الأحوال عليه يغفل وينسى ويذهل، ومن الناس من تمتد به الغفلة ويمتد به الغياب عن الهدف من هذه الحياة إلى أن يرحل عنها، وهؤلاء هم الخاسرون. عندما ينتبهون في آخر المطاف لا يمكنهم تدارك ما فات، لأنه قد مضى وانتهت المهلة. فلهذا مما يجعل لهذه التعاقبات وهذه التحولات الزمانية في الأيام والليالي والأسابيع والأشهر والسنوات، هذا التعاقب إنما يستشعره أولو الألباب، أولو البصائر، الذين لهم عبرة وادكار وذكرى بما يجري من هذه التحولات.